مشاهدينا الكرام، الآن معنا مباشرة من بغداد علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية. أهلا بك سيد راضي في نشرة الثالثة من قناة آسيا. أهلا وسهلا. بداية سيد راضي، يعني ما الذي يعيق إنهاء وإزالة التجاوزات المائية على مجرى الأنهر؟ تفضل. حقيقة الحملة الكبيرة اللي تبنتها وزارة الموارد المائية يعني أثناء عمل فرعية والقانونية الميداني برفع هذه التجاوزات تعرضت لكثير من المضايقات، تعرضت لكثير من الاعتراضات وأحيانا حتى التجاوز والتهديد لكوادرنا اللي تقوم بهذا العمل. ولكن حقيقة وزارة الموارد المائية عازمة على المضي في هذا الموضوع، موضوع رفع التجاوزات بشكل كامل، والدعم الكبير اللي قاعد تتلقاه وزارة الموارد المائية حقيقة من كل الأطراف، سواء من توجيهات دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، الجهات الأمنية بكافة مستوياتها، وأيضا هنالك اتفاق على الاستفادة من إمكانيات الحج الشعبي في هذا المجال. حقيقة الوزارة أعطت مهلة أسبوع للمتجاوزين لرفع تجاوزاتهم، وإلا فإن الوزارة ماضية في قرارها بعد هذا الأسبوع في رفع هذه التجاوزات وفق الضوابط والتعليمات والقوانين النافذة. طيب نعم. سيد راضي، يعني أنتم تتحدثون عن أن هناك ضغوطات تمارس من جهات عدة على حملة إزالة التجاوزات فيما يخص المتجاوزين على الموارد المائية. السؤال هنا، ما طبيعة تلك الضغوطات التي تعيق إزالة التجاوزات؟ هل لك أن تحددها بوضوح؟ نعم، الضغوطات تتخذ عدة أنواع. يعني حقيقة هناك البعض ممن يدعون يعني أنهم كمتنفذين في مواقع معينة، وبالتأكيد احنا مع هذه التوجيهات العليا لا يوجد متنفذ في هذا الموضوع. إضافة إلى الموضوع الثاني، هو تعرض كوادرنا الفنية ميدانيا إلى التجاوز والاعتراض من قبل المتجاوزين أنفسهم، والخروج بأعداد معينة لاعتراض آلياتنا واعتراض كوادرنا الفنية. حقيقة حثت قبل أيام أيضا تحديدا في منطقة القريعات عملية تجاوز وتعرض وتهديد لكوادرنا، فوجود القوات الأمنية مع كوادرنا الفنية، الغطاء القانوني اللي دعمنا بمجلس القضاء الأعلى، بالتأكيد هذا يعطينا قوة للاستمرار في هذا الملف. فهذه أنواع الاعتراضات والضغوطات بمختلف المستويات، ولكن الوزارة ماضية برفع هذه التجاوزات بغض النظر عن المتجاوز من يكون وأي جهة، لأن هذا قرار اتخذ ويجب الاستمرار عليه حفاظا على أنهر العراق، حفاظا على ثروة العراق المائية، وحفاظا وتطبيقا للقانون وقوة القانون على أرض الواقع. طيب يعني سيد راضي، يعني هل توصلتم إلى حقيقة هؤلاء المتجاوزين على الأنهر؟ هل هم تابعون إلى جهات سياسية ومتنفذين في الدولة العراقية، أم أنهم لا فقط رجال أعمال وتجار وما إلى ذلك؟ كذلك ما الهدف من إبقاء التجاوزات المائية على الأنهر؟ ما هي المصلحة من ذلك؟ يعني حقيقة عملية إبقاء هذه التجاوزات هو بسبب يعني حقيقة الموضوع تراكم لعدة سنين سابقة. التجاوزات هي ليس وليدة اللحظة، التجاوزات هي تراكمية لسنين سابقة. عدم اتخاذ الإجراءات الفورية أو الإجراءات الميدانية أو القانونية أو القضائية في حينها برفع ومنع هذه التجاوزات أعطى للمتجاوزين تصورا وهو ليس صحيح، كأنه أن هذا حق مكتسب لهم. ولكن اليوم لما إحنا قاعد نطبق هذه التجاوزات على هؤلاء المتجاوزين، وأرجع وأقول بغض النظر عن هذه الجهات المتجاوزة سواء أفراد أو جهات أو أحيانا حتى جهات معينة قد تكون بعض يعني بعض مثل وزارات، بعض المؤسسات، مثلا التجاوزات الصحيه، رمي المخلفات، التجاوزات بمختلف انواعها. احنا لا نعني فقط التجاوزات هي المنشآت او التجاوزات او المطاعم العائمه اللي تحصل مثلا بمقطع النهر او على مقتربات الانهر، وانما هنالك تجاوزات ايضا خطيره جدا، هو رمي المخلفات ونواتج المحطات المجاري والمخلفات الصناعيه او الصحيه بالانهر، هذا ايضا تجاوز. التجاوز على الحصه المائيه وحرمان البعض من وصول المياه لهم، وخاصه المحافظات
والمستفيدين في ذنائب الأنهر وذنائب يعني المحافظات. بالتأكيد هذا أيضا تجاوز، فالتجاوزات تأخذ عدة أطر والمتجاوزين مختلفين حسب طبيعة التجاوز وحسب المنطقة، لكن بشكل عام التجاوزات اللي تحصل في مراكز المدن وتحديدا في بغداد ومركز بغداد هو التجاوز اللي يكون على مقطع النهر وعلى مقتربات النهر، لذلك هذا يحتاج عدة إجراءات، منها إجراءات ميدانية لرفع هذه التجاوزات بشكل فوري وبدعم من الجهات الأمنية، هنالك إجراءات قانونية وهنالك دعاوى قضائية، عشرات الدعاوى القضائية رفعت بحق المتجاوزين وبدعم من مجلس القضاء الأعلى، وكذلك هناك إجراءات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة منها أمانة بغداد والجهات المرتبطة بموضوع مقتربات نهر دجلة تحديدا وكذلك نهر فرات. هذا طبعا بالتأكيد هذا راح يعطي فد دافع لوزارة الموارد المائية باستمرار بخططها من أجل تطوير وتوسعة طيب. هذه المقاطع الأنهر ومقترباتها وتحويلها إلى متنفس، إضافة إلى الطرق الخدمة اللي ممكن أن تستخدمها الوزارة بإيصال آلياتها التخصصية لمقاطع الأنهر وكريها وتطويرها وإزالة النواتج منها. سيد راضي، يعني وزارة الموارد المائية تمهل المتجاوزين على نهر دجلة أسبوعا واحدا للإزالة، إزالة التجاوزات، ماذا لو لم يستجيبوا لذلك؟ ما الخطوة التي ستتخذونها مستقبلا؟ حقيقة المهلة أعطيت لغاية يوم الأحد القادم، يعني مثل ما تفضلت حضرتك هي أسبوع، إذا بعد هذا الأسبوع لم يتم رفع التجاوز من قبل المتجاوزين أنفسهم فستباشر وزارة الموارد المائية بإجراءاتها برفع هذه التجاوزات وفق التعليمات والضوابط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتستمر بحملتها وبوتيرة أكبر. سيد علي راضي، يعني سؤال أخير قبل أن يداهمنا الوقت، هل من خطة لتطوير ضفاف نهر دجلة من خلال مشاريع معينة؟ طبعا هذا بعد إزالة التجاوزات. بالتأكيد وزارة الموارد لذلك؟ نعم بالتأكيد وزارة الموارد المائية وبالتنسيق وبدعم حقيقة من وزارة التخطيط وسيد وزير التخطيط أيضا، هنالك للوزارة مشاريع مهمة جدا بتطوير ضفاف الأنهر سواء على نهر الفرات مؤخر سد حديثة أو على نهر دجلة وفي مراكز المدن، وهذه المشاريع مهمة جدا ومرتبطة برفع هذه التجاوزات، وأكبر دليل على ذلك ما قامت به وزارة الموارد المائية في ضفاف شط الحلة بعد رفع التجاوزات الكبيرة جدا. الآن الوزارة تقوم بإكساء هذه الضفاف وهذه المقتربات بالحجر وتحويلها إلى متنفس ليرتادوا المواطنين، وهذا ما تسعى إلى الوزارة من خلال المشاريع اللي تتأمل أنه خلال عام 2021 مثل ما قلت بالتنسيق مع وزارة التخطيط أنه تدرج وستباشر بها. هذا هل هذا يخص في مدينة بغداد وحدها أم أن هناك كذلك مدن أخرى ممن تطل على ضفاف الأنهر وما شابه ذلك من مشاريع ترفيهية تبنى على جوانب الأنهر كأن يكون في مدن الجنوب على سبيل المثال؟ لا 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 لا، هذا الموضوع لا يختص فقط في محافظة بغداد وإنما يشمل جميع المحافظات، وأنا أشرت قبل قليل إلى محافظة بابل شط الحلة وكل المحافظات، كل المحافظات وخصوصا مراكز المدن الوزارة يعني جادة في موضوع تطوير ضفاف الأنهر وتجميلها والعمل على تحويلها إلى مناطق ترفيهية وكمتنف للمواطنين بشكل عام، إضافة لذلك تأمين طرق الخدمة لمجرى النهر. إذن السيد علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، شكرا جزيلا لانضمامك.